السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. بداية أهلا بكم في حلقة جديدة وفيديو جديد من فيديوهات قناتكم قناة الصوت العربي. خالد الغندور، موضوع حلقتنا خالد الغندور. يعني خالد الغندور يعني حاجة مش جديدة عليكم، وده رأيي وجهة نظري، انه اذا يعني اجيز لي ان انا اسمي خالد الغندور او اصنفه ضمن الاعلاميين او يتم اطلاق لفظ اعلام عليه، فهو في مرتبة متأخرة جدا جدا جدا، يصل الاخير او يعني ممكن خليه قبل الاخير اذا كان يعني هو في ريحة من حاجة اسمها اعلاميين. يعني خالد الغندور كتلة من عدم فهم للأمور متسلطة على شاشة التلفزيون علشان يغيب عقول الناس اللي دماغها مقفولة ما بتفكرش بشكل عام بقى بكافة انتماءاته. خالد الغندور بيقول كلام ما يقولوش واحد عنده سنتين ثلاثة. سنتين ثلاثة ده يعني ها يا دوب لسه بيبدأ الكلام في إدراكه، لسه ما يعرفش يعني بيقول اللي بيملهوله بتاع الإعدام، لكن خبرته في الحياة رغم إن عنده مش صغير يعني كلها توقفت زي برضو عدد كبير من الجماهير اللي بيتابعوه عند إشمعنى دلوقتي. جملة إشمعنى دلوقتي تلخص مأساة خالد الغندور في كل الأمور، ومأساة متابعيه، ومأساة من يعني يصدق أخباره. اشمعنى دلوقتي؟ ليه في التوقيت ده؟ جملة بقت شعار للتغطية على المخالفات، التغطية على الفساد، التغطية على كل شيء سلبي، التغطية على يعني بلاعة صرف. اشمعنى دلوقتي؟ وكأن خالد الغندور ما سمعش عن حاجة اسمها أن تأتي متأخرا خيرا من ألا تأتي. يعني حتى لو كان الحق أو العدل أو اتطبق في أي توقيت واتطبق في أي وقت، المهم إنه جه، يعني حتى لو كان متأخر المهم إنه جه. لكن قصة إنك تدافع عن حد فاسد بهذا المنطق وتحاول زي ما قلت لحضرتك ترمي كلام على عمرو مصطفى مراد فهمي من تحت لتحت بدل ما تفخر. لو انت انسان مصري من وجهه نظري سوي، كان لابد عليك ان تفخر بعمرو مصطفى مراد فهمي رحمه الله عليه، وكان يجب عليك ان تعتذر انت ومن على شاكلتك او من يفكرون بطريقه تفكيرك. مش تطلع تقول لي اللي انا افهمه ان عمرو مصطفى مراد فهمي اشتكى احمد بعد ما طلع من الكاف وده غباء او اسف او ده جهل، بلاش غباء عشان احنا ما بنتجاوزش في حق حد، ده جهل. عمرو مصطفى اول ما تقدم ببلاغات او اشتكى احمد تم ابعاده عن الكاف، يعني اشتكى احمد وهو موجود في الكاف. كونك تقول بقى اللي اعرفه ان الواحد لازم يشتكي وهو موجود، ده تجاوز، والناس فاهمه انت بترمي على ايه، وهذا لا يليق. مش عاوز اقول والله انتوا ازاي، لكن ده الطبيعي، ده الطبيعي. بقينا لسه معلق على القصه دي، وقلت ان احنا بقينا اعلاميين صدروا او قنوات اعلاميه صدروا للناس على طريقه البهظ اللي كان بيقول فيها الشاي ومش الشاي ونشاره، والناس تعودت على نشاره. لما ربنا كرمني وقلت اتوب وقلت اديهم الشاي النظيف ما قبلوش، فخلاص لوثوا مسامع ولوثوا أعين الناس بأشياء بالنسبة للناس بقت جزء من حياته، التضليل والكذب. خالد الغندور بيمارس هذا النوع، وده حقيقة وللأمانة. خالد الغندور بيقول لك أحمد تم إيقافه علشان إيه؟ علشان الانتخابات. اشمعنى التوقيت ده؟ مش حافظين حاجة في حياتهم برجمة اشمعنى دلوقتي؟ وهو قال بعظمة لسانه إن أحمد تم عزله قضايا فساد بسبب تلقي
خد بالك من الجملة بقى، هو هنا بيرمي ايه كمان حتى؟ ينم عن جهل وعدم متابعة وعدم قراءة أسباب إيقاف أحمد أحمد 5 سنوات وغرامة 2000 فرنك. بيقول لك من ضمن الحاجات اللي قالها هدايا، هدايا مش عارف تلقى أو هدايا والكلام ده كله. قال لك يعني هو خد بالك، يعني هو اللي بيبقى في منصب وبيتلقى هدايا لا بيتم عزله، يعني أنت مع العزل أهو، طب طلع تدافع ليه؟ لا هو مع النقطة دي من العزل علشان يرمي لنا قصة الخطيب والهدايا والساعات والكلام. ناس نعوذ بالله. الحقيقة بقى إن قصة الهدايا دي، إن أحمد أحمد إدى هدايا للاتحادات الأهلية ب100,000 دولار، 80 لمنتخبات الشباب ما يعرفوش أوجه الصرف بتاعتها إيه، و20 لكل رئيس اتحاد. وأنا سألت مين اللي كان موجود في الاتحاد بتاعنا وهل تلقى 20,000 دولار من أحمد أحمد؟ يعني الاتحاد الأفريقي هو اللي إدى هدايا مش تلقى هدايا. ده فلوس طالعه يا حبيبي، فلوس طالعه يا خالد، افهم، فلوس طالعه من الكاف، طالعه من الكاف، مش مال ابو احمد احمد، مش عزبه احمد احمد على غرار عزبه الزلمطحي. فلوس طالعه من كاف رحل. فالاتحاد او الفيفا بيحاسبه، انت طلعت الفلوس دي بناء على ايه؟ هدايا يعني ايه 20,000 دولار لرئيس الاتحاد؟ يعني ايه اوجه الصرف اللي لكل اتحاد 80,000 منتخب شباب؟ مفيش بنود بتقول الكلام ده. انما ما قالش ان اتحسب عشان واحد صديقه اداله هديه يا خالد غندور، صحصح معانا، لكن هنا مسك فيها قوي. شوفوا هنا يعني اللي بيتلقى هديه في منصب بيبقى مش عارف ايه. انت يا ابني مع انه يتعزل لانه فاسد، ولا انت مسكت في النقطه عشان كذا وخلاص؟ يقول لك اشمعنى دلوقتي؟ ما الفساد عارفينه من 20 سنه، واحمد وعيسى حياته ومش عيسى حياته وحكام، بس اشمعنى دلوقتي؟ عشان احمد احمد داخل الانتخابات، رئيس الفيفا بيساند بتاع جنوب افريقيا ولا بيساند بتاع مش عارف مين علشان يجي رئيس الاتحاد. هو انفنتين وهو هشام حطب برضه لما طلعت قلت هشام حطب هنا ومشاكل، واصل هو عايز مش عارف مين، واصل مشاكل بينهم مش عارف. هو ده هشام حطب؟ ثم انا عايز افهم، هو جوز خالتك؟ هو ايش علاقتك انت باحمد احمد؟ واحد فاسد. انا هاج جنوني ليه يا اخوانا؟ الناس دي عايزه منين ايه؟ انتوا يا ابني عايزين تحرقوا دمنا وخلاص، سيبونا الضغط وترفعوا عندنا السكر يا ابني، يا ابني سيبونا في حالنا. انت ايه ما تقول خبر وخلاص، ها خليك بني ادم، انت راجل اعلام، انت ليه حط نفسك الموقف المحرج ده؟ انت ليه تدافع عن الفساد؟ انت ليه نفس القصه اللي انا كنت لسه حكيها لكم، واحد رايح يشتكي واحد ومعاه أدلة على إن الشخص اللي بيشتكي ده مدان، فواحد زي خالد الغندور طالع يهاجم عمرو مصطفى. طب ليه ما اشتكيتش يا عمرو مصطفى من بدري؟ يا راجل بقول لك شكاوى بالدين الراجل، يعني تهاجم الراجل اللي عليه مخالفات؟ لا طالع عمرو شمال ويدافع عن أحمد. ليه أحمد أحمد؟ أحمد أحمد عشان كونفدرالية، أحمد أحمد علشان مش عارف رحنا إيه وقابلنا إيه، وأحمد مرتضى منصور قابل، ومرتضى منصور في يوم من الأيام قال لك إن أنا محامي أحمد أحمد. ما إحنا على بلاطة بقى. مين اللي مستفيد من التحكيم في الفترة الأخيرة من الكاف؟ مين اللي بتروح له البطولات وبيحط له حكام بتسنجف لهم كل من الكاف؟ مين؟ وعلى الرغم من كده اللي كانوا هم اللي بيدافعوا عن أحمد أحمد خالد غندور وأحمد جمال، هم اللي كانوا بيشتكوا من ظلم الكاف وقرعة الكاف، وإيش معنى النادي الأهلي ما بيلعبش الأدوار التمهيدية على الأرض؟ إيش معنى ليه لما دخل عمرو فهمي في قصة بقى فساد احمد احمد هاجمته بتدافع عن احمد احمد؟ ده انتوا كنتوا اكتر ناس مصدعين بالمؤامرات من الكاف والاتحاد الافريقي حتى في ظل وجود احمد احمد. دلوقتي بقى احمد احمد عليه سكر، دلوقتي احمد احمد بقى مؤامر على احمد، وايش معنى دلوقتي؟ والله يتحط سلوجن، يتحط كده شعار للمرحله الحاليه في نادي الزمالك، ايش معنى دلوقتي؟ حطوه كده على القناه بتاعت نادي الزمالك كده في ركن كده، ايش معنى دلوقتي؟ ليه في التوقيت ده؟ ليه في توقيت كل حاجه يا اخي واحد حرامي وجه وقت محاسبته وخدنا وقتنا في حسابه، تيجي تقول لي اشمعنى دلوقتي؟ واحد قتل يوم جوازه وجاي يقبض عليه يوم فرحه، او قبل جوازه بيومين اكتشفنا ان الفلان ده يوم فرحه ان هو اللي راح يقبض، تقول لي اشمعنى دلوقتي في ليله دخلته؟ اصل واحد كان حاطط عينه على مراته عايز يتجوزها فبلغ عنه عشان ياخدها. انتوا ايه؟ انتوا ازاي؟ في جريمه ولا مفيش جريمه؟ في جريمه تبقى تخرس، انا بتكلم بشكل عام اي حد، في جريمه تبقى تخرس ما تدافعش، انت مش جهه تحقيق. الناس اللي حققت وفسرت ومققت قالت قرارها كذا،
أي ربنا يشفيكوا يا ابني، ربنا يشفي كل الناس، اللهم امين يا رب العالمين. بالنسبه لمرتضى منصور اجتمع طبعا مع لعيبه نادي الزمالك وشيكابالا والكلام ده كله، وانتوا قدها ودود، وطبعا لازم الفلوس والمكافئات وجزء من مش جزء المستحقات تتصرف قبل المباراه كنوع من انواع الدفع للعيبه، وانتوا كسبتوا قبل كده والجمهور واقف في ظهركم رغم الظلم اللي احنا بنتعرض ليه، رغم المؤامرات، لكن احنا واقفين وقدها ودود بكلام من هذا القبيل. ربنا يشفي كل مريض ويهدي، لكن اقول ايه؟ والله ما الفكره هي نفوس، نفوس، وزي ما ربنا سبحانه وتعالى بيقول انك لن تهدي من احببت، او انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. ربنا الهدايه دي بتاعت ربنا، ان ربنا يفتح لكل شخص بصيرته ده بتاع ربنا، او يهديه للطريق بتاع ربنا. حب الناس برضه، حب الناس ليك ده من عند ربنا ومبني على حاجات كتير، منها اسلوبك وطريقتك وتعاملاتك مع الاخرين وطلتك وطرحك للمواضيع، هل فيها جانب شخصي، هل فيها حب، هل فيها غرض، هل فيها. ربنا يكفينا ويكفيكم شر ظلمة القلب وظلمة العقل، وربنا يكفينا ويكفيكم شر ان انت تبقى دلدول لحد، ان حد يبقى كسر عينك، ان انت وبتكلم ويا رب يا رب يا رب ما تخليناش انا واي حد بيسمعني او اي حد بشكل عام بيسمعني او ما بيسمعنيش يعمل حاجة هو مش قابلها او هو مش عايزها او هو مش مقتنع بيها، تحت وطأة بقى الخوف، تحت وطأة الحاجة، تحت وطأة الظروف، اي شكل من اشكال. ربنا يعافينا واياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.